إليزابيث ملكة القوة والسلام، ألقابها لا تعد ولا تحصى، فهي الملكة وصاحبة الجلالة والسمو الملكي. تعتبر واحدة من أقوى الحكام في العالم، إضافة إلى كونها صاحبة ثاني أطول فترة حكم في التاريخ لفترة تجاوزت 70 عاما. إليزابيث الثانية ملكة ملوك بريطانيا، حياتها مليئة بالتفاصيل والأسرار التي لا يعرف منها إلا القليل. حتى ملابسها وإكسسواراتها تشير إلى شفرات ورموز. فماذا تعرفون عن الملكة المدللة والزوجة الحنون والأم التي تتحكم بالعائلة الملكية؟ إنها الملكة الأوفر حظا، إليزابيث ألكسندر مارتا. ولدت في لندن بتاريخ 21 نيسان عام 1926، في وقت لم يدرك فيه الكثيرون أنها ستصبح ملكة بريطانيا العظمى، وذلك لأن عمها ولي العهد إدوار الثامن كان لا يزال شابا ويتوقع أن يتزوج وينجب عدة أبناء. وفي وقت لاحق تنازل إدوارد عن العرش بعد رغبته في الزواج من واليس سيمسون دوقة وينسور، وهي امرأة مطلقة، مما تسبب في خلق أزمة دستورية في بريطانيا العظمى. وبالتالي أصبح الملك جورج السادس والد إليزابيث هو ملك بريطانيا العظمى، وباتت إليزابيث الثانية هي الوريثة للعرش الملكي.